هذا وأهاب السيد محمد جعفر الحسيني مدير إدارة الأوقاف الجعفرية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال مداخلة هاتفية في نشرة سابقة، أهاب الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. لأن إدارة الأوقاف الجعفرية منذ بدء الجائحة كانت على تواصل دائم وتعاون وثيق مع الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا برئاسة معالي الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة، خصوصا في المواسم الدينية وتنظيم إقامة العبادات والشعائر. وبهذا الصدد تهيب الإدارة بالجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات الصادرة عن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا. كما تدعو الإدارة جميع الخطباء ورجال الدين الأفاضل إلى الاستمرار في دورهم المشكور في حث المجتمع على الالتزام بهذه التوجيهات والمساهمة في التوعية بهذا الشأن من خلال الخطب والمحاضرات، وتؤكد بالوقت ذاته على ضرورة الالتزام بالاحترازات الوقائية.